أخبار اليوم. أنا أشوف الكتب وال يعني بشوف الحاجات الحلوة اللي أنا يعني حاسس إن الجو حلو وكده يعني فبدأت أهتم الفترة دي يعني لسه بادئ مهتم دخلت يعني في حوارات الدين وكده فلسه جايب كتب الشيخ شعراوي وكده يعني بس في كتب لتعلم اللغات جبت كتب يعني لغات. اليوم حلو النهاردة غير امبارح يعني لا مش زحمة خالص يعني كان دخول بسهولة. دخلنا كذا مكان نشوف الكتب وكده وجبنا شوية روايات وشوية حاجات بس الأسعار لغاية دلوقتي كويسة. بصي في خصومات كتير يعني في يعني هم عاملين خصومات كتير. مجدي منسق إدارة التدريب بالمجلس القومي للصحة النفسية. احنا دي تاني سنة لينا بنشارك في المعرض واحنا هنا بنحاول نعرف الناس بقانون الصحة النفسية وان المجلس القومي للصحة النفسية ده موجود في مصر هنا وان في مجلس بيشرف وبيراقب قانون الصحة النفسية. احنا دورنا كجهة رقابية بتفتش على مستشفيات النفس الإدمان سواء خاص أو حكومة. طبيب نفسي ومتخصص في علاج الإدمان. هناك تحت مظلة طبعا المجلس القومي للصحة النفسية فلقينا ان هيكون حاجة لطيفة لو زودنا السنة دي ان يكون فيه طبيب نفسي لو في اي حد من رواد المعرض عنده استفسار اي حد من الزملاء. بسبب ان الجو كان اخر يومين ولمينا بضاعتنا فنتمنى ان ما يحصلش كده يعني ونتمنى ان هم بعد كده السنه الجايه ان هم يبنوا صاله يعني ما تبقاش خيم يعني ما تبقاش خيمه يعني ما ينفعش تبقى خيمه يعني انا خيمه اصلا مع الجو لان معرض الكتاب القاهره بيبقى في الشتاء وطبعا من الجو ممكن الخيمه ممكن تشد لو في ريح شديده تشد الخيمه يعني المثلث ده وقع السنه اللي فاتت فطبعا اضطر يفتح المثلث تاني عشان الهواء ما يعبيش في الجناح في الخيمه ممكن تشد مع كهرباء مع الكلام ده فلمينا يعني كتب الاطفال والرسائل التعليميه والاقبال شديد يعني والاقبال المفروض ان هو يعني انا تقريبا بقالي 15 سنه في يعني انا كواحد من الناس بحب اتعامل مع الكتاب بايدي يعني امسك كتاب ما بحبش الكتاب الالكتروني يعني لان انا بطبيعتي احب اخطط في الكتابه مش عارف ايه يعني امسك كتاب في ايدي اما في النشر الالكتروني يعني بعض الناس دلوقتي بداوا يعملوا كتب عن طريق النشر الالكتروني.